بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الفضائل التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها الشكر. الشكر هو عرفان النعمة والثناء بها، يعني الإنسان يعرف هذه النعمة التي أنعمها عليه الله سبحانه وتعالى، وأن يثني بتلك النعمة. والشكر قد يكون بالقلب، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالعمل. أما الشكر القلبي فهي معرفة الله سبحانه وتعالى والخضوع له سبحانه وتعالى والخشوع له، بحيث أن المعرفة القلبية تؤدي بالإنسان إلى المعرفة العملية. ثم الإنسان بعد المعرفة بالقلب وبعد الثناء بالقلب، يعني بالقلب يعني عرفان الجميل، بعد ذلك الإنسان يلهج بالشكر، بمعنى أن يكون لسانه لسانا شكورا لله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يظهر آثار الشكر على جوارح الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، يعني عملكم يكون شكرا لله سبحانه وتعالى. فالذي يطيع الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصوم والزكاة والحج وصلة الرحم وما إلى ذلك، عمله هذا هو شكر لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حبى الإنسان وغمره بالنعم، فشكر هذه النعم ظهرت على جوارح الإنسان بإطاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك المرحلة الأولى للشكر تبدأ من القلب، والمرحلة الثانية باللسان، والمرحلة الثالثة بالجوارح. والشكر نفعه يعود إلى الإنسان نفسه. الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، لا يحتاج إلى عملهم، إن أطاعوا أو عصوا فإن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعتهم ولا يتضرر بعصيانهم، ولكن منفعة الشكر تعود إلى الإنسان نفسه، كما كل الأعمال الصالحة نفعها يعود إلى الناس أنفسهم الذين عملوا بالصالحات. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. وفائدة الشكر تعود إلى الإنسان أولا، لأن الإنسان إذا علم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حباه بهذه النعم، فإن هذا الإنسان بهذه المعرفة يزداد طاعة، يزداد عرفانا، يزداد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فالشكر في الحقيقة حلقة متواصلة، تواصل في الأعمال الصالحة. وحينئذ إذا كان الإنسان شكورا لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يكافئ الإنسان على هذا الشكر أيضا. هذا بالنسبة إلى شكر الله سبحانه وتعالى. وهناك شكر آخر، وهو شكر المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بحيث أنه يحتاج إلى الآخرين، وقد يتفضل عليه الآخرون بعمل أو بقضاء حاجة. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول للإنسان: اشكر لمن كان له حق عليك، أن اشكر لي ولوالديك، لأن أعظم الحقوق من حقوق المخلوقين على الإنسان حق الوالدين، لأن وجود الإنسان كان بسبب الوالدين، وجميع النعم الأخرى تتفرع على وجود الإنسان. لماذا أشكر والديك؟ لأن لهما حقا عظيما على الإنسان، فأداء هذا الحق لا يمكن إلا عن طريق الشكر، أو أداء بعض هذا الحق. وكذلك كل من نفع الإنسان ينبغي على الإنسان أن يشكره، وفي الحديث: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بشكر المخلوق الذي قضى حاجة أو كان له حق، فإذا الإنسان لم يشكر هذا المخلوق
فإنه خالف أمرا من أوامر الله سبحانه وتعالى، ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى هي كفران بالنعم. هذا هو الشكر. ويقابل الشكر الكفران، كفران النعمة، بمعنى أن الإنسان لا يعرف تلك النعمة أو يجحدها ولا يؤدي حق المنعم. الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة اللي هي من الرذائل الأخلاقية، هذا يسبب أن الله سبحانه وتعالى يسلب تلك النعمة أو يجازي الإنسان على كفرانه للنعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم، لأن الإنسان بشكر النعمة غيبيا الله سبحانه وتعالى يزيد عليه النعمة، وكذلك طبيعيا، لأن الإنسان إذا شكر النعمة فإنه يحاول أن يؤدي حقها، أداء حقها بمجموعة من الأعمال، وهذه الأعمال تسبب النمو وتسبب كثرة تلك النعمة، فالزيادة تكون زيادة غيبية وكذلك زيادة حسب القوانين الطبيعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نشكر نعمه ولأن نشكر المخلوقين الذي لهم حقوق علينا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.